تدرون إحنا العراقيين نحتل المركز الأول بالكرم واللطف مع الغرباء؟ وفقاً لتقرير مؤسسة كاف الخيرية لعام 2024، العراق يتميز بأعلى مستوى من اللطف والكرم تجاه الغرباء، ودرجات السخاء واحدة من أحلى الصفات اللي نتميز بيها. تقريباً 8 من 10 عراقيين يساعدوك حتى لو ما يعرفوك، ومو بس يدخل بالتصنيفات الإيجابية، مرات حتى نتصدر تصنيفات سلبية، مثل 1 من أكبر الدول بالعالم اللي تهدر الطعام. طبعاً الدجاج العراقي أكبر مثال، فالمواطنين العراقيين يستهلكون 500 مليار دجاجة سنوياً، ومعدل استهلاك الفرد يبلغ دجاجة واحدة شهرياً. أما درجات السخاء والكرم بأجمل صورها تكون خلال المناسبات الدينية، وخاصة بشهر محرم اللي يشتهر به العراقيين بتقديم الطعام والمشروبات للفقراء والمحتاجين، تجسيداً لروح العطاء والتضامن الاجتماعي. المناطق والشوارع والطرق تتحول المشاهد مفعمة بالروحانية والضيافة. عدد المواكب الحسينية بالعراق يختلف من سنة لأخرى ومن محافظة إلى أخرى. طبعاً بالسنوات الأخيرة قدر العدد بنحو 15,000 إلى 20,000 موكب. المواكب الحسينية تعتبر جزء أساسي من إحياء ذكرى عاشوراء، وتقدم خدمات متنوعة مثل الطعام والمشروبات والأماكن لتجمع الناس وإقامة الشعائر.